شرقيه عظيمه اللي زورها بيتها تورى، خدت كوبايه ميه وزهره، عايشه عشان على القرش تقرب، فاكره بكده نيتها سليمه. حاله نادره عملوها مسلسل، وقريبا جدا في السيمه، وقال كريمه كريمه ميكانيكي. يعني هي كانت فلوس الميكانيكي دي حرام ولا ايه؟ الله، ومستقبله؟ يا سلام، يا ريت مستقبله يبقى في الميكانيكا. يعني هم اللي خدوا شهادات من الجامعه عملوا ايه؟ ما انا قدامك اهو واخد بكالوريوس تجاره، وحضرتك عايزه تشغلين عند واحد بتاع كنافه. انت لكن ابني لا. ابني لازم ياخد لا ليسانس لا بكالوريوس. ياخد اللي ياخده، المهم يصرف على نفسه. طب الحمد لله بقى ما دام مش زعلان. في خبر تاني. هو لسه في خبر تاني؟ الواد جبارولا عبد الجبار ماله؟ عايز يشتغل سباك ولا كهربائي؟ لا ده ليه طلب صغير قد كده اهو، عايز يعمل عيد ميلاده. ايه؟ عيد ميلاده؟ اهدي بقى اللي اسمها الخيبه بالويبه. اصل يا حبيبي بعد اسبوع في وش العدو هيتم 10 سنين. 10 ولا 100؟ ما انت عارفه ظروفها كريمه. ده عيل صغير ما يعرفش الظروف. ايوه بس لازم يعرف ان مش كل حاجه يطلبها هيلاقيها. ده اول مره يطلب حاجه اخر العنقود. بس انا كريمه هجيب له منين تورته وشمع وكبريت وشاي بلبن؟ ما تقلقش يا عبوسه، انا هتكفل بكل حاجه، وهي الهدايا اللي هتجينا هتعوضنا عن المصاريف. اذا كان كده يبقى موافق، عشان خاطر عينيك انت بس يا جميل. بس اوعي الواد ده ياخد على كده. ها، اليكم هذا الخبر السار، ابوك وافق على عيد ميلاد من غير ملاهده ولا عناد. بكره بروح المدرسه واعزم كل اصحابي. بس لازم كل واحد يجيب هديه. نبه عليهم، شغل الدباديب ده مش عايزينه، يدونا فلوس واحنا نتصرف. مش لو كان عندي كمبيوتر دلوقتي كنت طبعت لك الدعاوي، بس ملحوقه ان شاء الله، هحوش واجيب واحد. تجيب ايه؟ كمبيوتر؟ انت تجيب جوان وش سلندر، وانا بقى اعمل لك عمرو.
كراميلا مبقاش قلبك اسود بقى. اوعى تحضر الحفله بالعفريته اللي مليانه شحن وجزدي. ما تقلقيش انا هلبس لهم العفريته اللي على الحلق. تضحكوا على ايه؟ ده كاسفنا. هتجيبيلي تورته؟ طبعا يا حبيبي. وفي عيد ميلاد من غير تورته؟ ده انا هعملها لك بايد. لا بايدك لا، مش عايز خلاص. يا ماما يا ماما، هو انت عملتي تورته قبل كده؟ بصراحه دي اول سابقه. خلي صحيفة صابك نضيفة وننزل احنا بقى نشتري تورتة من الحلوان. نشتري بفلوس؟ ليه؟ ما ايدي موجودة. لو زنيته هجيب رغيف من ابو شيلن واحط فيه شمعة من ام باريزة. يعني انت لازم يعني تجربي فيا؟ ايوه لازم اجرب فيك. انت طلبت عيد ميلاد، سيبني بقى مزجهولك بمزاجي. ماما، هو انت بجد ناويتي تعملي التورته بنفسك؟ ان شاء الله ما يجي وقتها. يعني هجيب حد يساعدني؟ اه يا ماما انا هبقى اساعدك فيها. بلا خيبه، افرشي انت بس سريرك، ما تجيبي من الاخر. انت عايزه ايه؟ عايزاكي تقعدي مع الشريف. شريف مين؟ شريف يا ماما، المعيد اللي قلتلك انه عايز يخطب. وانا قلتلك 100 مره تنسي الموضوع ده خالص. اصل هو يا ماما مش عايز ينساه. هو حر في نفسه ولا هيبلطج علينا؟ لا مش هيبلطج ولا حاجة. أصل يا ماما قال كلام كتير قوي وأنا مش هعرف أقولهولك بنفسي. مش يمكن لما تقعدي معاه تغيري رأيك؟ لا مش هغير رأيي. يوم بقى، يعني أنت وافقتي يا ماما لأيمن على شغلانة الميكانيكي، ووافقتي تعملي لعبد الجبار العيد ميلاد. أنا بقى بنتك حبيبتك، والنبي يا ماما توافقي تقعدي مع الشريف. والنبي والنبي والنبي. يا ريتني ما جبت بنات. طب هقعد معاه، بس هتبقى القعده الاولى والاخيره. الاولى اه، بس الاخيره دي فيها كلام. يا جميل يا قمر انت. شوف يا اخت البيت، بما ان حضرتك بعتت عشان تجيبنا يبقى اكيد وصلت القرار. انا فكرت كتير وسالت اكتر. سالت؟ طب كويس قوي. سالت قالوا لك ايه بقى؟ سالت عن ايه بالظبط؟ ما تتكلمش غير لما تفهم. ايوه ما انا كده مش هتكلم طول عمري. الارض بتاعتكو مش هتجيب اكتر من ارنبين وربع، ده يوم ما يضربها الدم. من غير دم حضرتك احنا مش هناخد اقل من 2.5 مليون. انا مش فاهم انت جايب الثقه دي كلها منين؟ من السوق طبعا. طب ما تستنى شويه وتسيبني اتفاهم مع ابن عمك. لا ابن عمي ده ايه؟ ده دغوف. اذا كان عليه هو هيديك الارض وفيها الفلوس كمان. ممكن تسكت انت بقى شويه؟ عايز تسمع كام يا باشمهندس؟ عشان خاطرك انت هزود 50,000. طب وعشان خاطرك انت بقى هزود 100 على 50 اللي انت قلتهم. يعني ايه؟ يعني يبقى 2.4 مليون. احنا تعبنا كتير مع المحامي عبال ما خلصنا اجراءات الورث، وبعدين تعبنا كتير كمان معاه عبال ما جبنا حجة الارض. ما تنساش ان احنا دفعنا كل اتعابه على داير مليم. ماشي مقبولة منك، العقود جاهزة ودفتر الشيكات في جيبي، وانا عندي استعداد امضي على اي دفعتك. وانا ما عنديش استعداد امضي على اي حاجة. انا اتكلمت كلمة تطلعنيش عيل قدام الراجل. لا انا بقى هطلع عيل قدام الراجل. يا بيبسو تنساش ان احنا هناخد الفلوس دي خالصه كلها من العموله. ها يا جماعه قلتوا ايه؟ هم ارنبين ونص ما ينقصوش ودن. خلاص انا هبيع النص بتاعي، والنص بتاعك انت بقى روح دلل عليه. الله، ايه الاماكن الحلوه دي يا بنت؟ احنا في جنينه الاندلس. ايوه يا ماما، الدنيا فيها حاجات حلوه غير الحاره اللي احنا عايشين فيها. لا يا حبيبتي، اللي من عيشته قرفان يفضل حيران زي الجربان. اللي اسمه شريف عامل هنا ابونيه. ابونيه هنا في اوتوبيس يا ماما. امال بيدخلوا ازاي؟ بيدفعوهم كارتة. كارتة؟ لا يا ماما، كارنيه. اصل هو عضو عامل وده عملها ازاي يا اختي؟ ده تلاقيهم بيدفعوا الشيء الفلاني. يا ماما، عضويه النادي هنا ب 70,000 جنيه. يا خرابي 70,000 ليه؟ بيحموا الاعضاء ويبدروهم ولا هيدخلوهم الجنه؟ اهو انا بقى يا ماما يا حبيبتي، لو وافقتي على جوازي من شريف هدخلك هنا بدفتر تذاكر. لا يا حبيبتي، انا بحب تذاكر المترو، وسيبك من اللوعه ده. انا وافقت اجي معاكي واقعد معاه عشان تبطلي زن. اهو اهو شريف جه اهو. اهلا وسهلا. اهلا اهلا يا طنط. النادي منور والله. منور باعضائه يا اخويا. انا فضلت واقف مستنيك كتير جدا على الباب. معلش يا شريف، اصلنا اتاخرنا، السكه كانت زحمه قوي. ما هي لو كانت طنط وافقت كنت جيت خدتكم بالعربيه. لا يا حبيبي، انا عضوه في هيئه النقل العام، ما احبش اركب مع حد غريب. ايوه طنط، بس انا مش غريب، انا المعيد بتاع مها. وقريب جدا ان شاء الله جايز نكون. بلا جايز بلا مش جايز، انت واخدنا على الواقف ليه؟ الله، انت اشتراكك هنا وقوف بس. لا خالص بالعكس يا طنط، ده انا حجزت لكم ترابيزه مخصوص. وكمان مخصوص. باين عليك في اي دي. اقعدي. اتفضلي يا مها.
احنا هنا في النادي كلهم حبايبنا يعني. انت ما حكيتلهاش ولا ايه؟ سيبك منها وخليك مع اللي خلفوه، ولا هي الكفيله بتاعتك؟ على خيره الله، ودلوقتي بقى نكتب لكم الشيكات. لا انا ما باخدش شيكات. لا انا باخدش شيكات. انتوا عايزيني اجيب لكم 2 مليون و400 الف جنيه ورق بنكنوت؟ اه فعلا صحيح يا بيبس. ازاي يعني تيجي ازاي دي؟ ما تخافش يا استاذ عباس، الدار امان. فعلا احنا من ساعه ما جينا ما شربناش ما شفناش حاجه وحشه. ممدوح شيكك يا استاذ عباس. شيكك يا استاذ ممدوح. ايه ده؟ الشيك بتاعي ناقص 100,000 جنيه. ايه ده؟ وانا الشيك بتاعي ناقص 100,000 جنيه. المبلغ ده هتاخدوه كاش ماني، بس بعد ما تسجلوا الارض باسمي في الشهر العقاري. خلاص. يبقى تيجي معانا على البنك الاول. نصرف الفلوس، بعد كده نطلع مع بعض على الشهر العقاري. خلاص. نتقابل بكره الساعة 10 في البنك. ونستنى لغاية بكره ليه؟ حضرتك احنا لسه بدري، ممكن نطلع على البنك دلوقتي نصرف الشيكات قبل ما البنك يقفل. عباس معاه حق، أنا لو الشيك ده فضل معايا مش هنام طول الليل لغاية ما أصرفه. شكراً. إيه يا أخويا ده كله؟ إحنا جايين ناكل ولا جايين نتكلم؟ يا طنط دي حاجة بسيطة والله. لو حضرتك مش مستعجلة أنا كنت هطلب غدا. يا سلام. إيه ده كرم بقى؟ عرضه مستمر ولا دلوقتي بس جر ناعم؟ لا يا طنط، جر ناعم إيه؟ طب اسألي مها، هي تقول لك بصراحة. لا والله يا ماما، شريف طول عمره كريم، حتى من قبل ما نتعرف على بعض. عمره ما كان بيبخل على اي طالب بوقته او جهده او حتى فلوسه. شكرا شكرا. مين يشهد للعروسه؟ عروسه ايه يا طنطا؟ هي العروسه انا العريس. لا الكلام ده سابق لاوانه، اصل الجواز السريع اللي على الطاير زي القميص من غير زراير. طيب ممكن اعرف امتى بالظبط يا طنطا؟ اصل انت مش واخد بالك، انا اولادي دول هم الحاجه الوحيده اللي طلعت بيهم من الدنيا، ومش هستريح ولا يهدى لي بال غير لما كل واحد فيهم ياخد شهادته الكبيره. حضرتك عارفه المدرس الخصوصي عندنا في الجامعه بياخد كام في الساعه؟ عارفه، ده غير الشاي والكيك. انا بقى هبقى المدرس الخصوصي لمها 24 ساعه في اليوم، يعني ان شاء الله نجاح على ايدي. طبعا. مش هو المعيد بتاعي؟ بس المدرس الخصوصي بيتغير، انما انت يا اخويا هتبقى عامل زي لزقه الضهر. انا مش فاهم انتوا مستعجلين على الجواز ليه؟ استنى اما تاخدوا شهاداتكم. معلش يا طنط، انا عايز اشارك معاها في كل حاجه حتى في شهادتها. بس احنا ظروفنا يعني. لا يا حبيبتي ما تقلقيش، انا مفهمه شريف على كل حاجه. اطمني يا طنط، التقيلة علينا والخفيفة عليك. ايوه بس نفهم ايه هي التقيلة وايه هي الخفيفة. في دي بقى مش هنختلف ابدا ان شاء الله. ما شاء الله. طب اديني فرصة كده امهد لعباس، اصله عصب المزاج. بجد يا ماما؟ يعني انت موافقة؟ موافقة لو ابوكي وافق. ايه بتقولي ايه جعانة؟ طب قولي له ينزل الغدا. بتبحلق فيه من الصبح؟ بحلق في الدنيا. انت اول مره تشوفها ولا ايه؟ اول مره اشوفها وانا معايا 1,200,000 جنيه في حسابي في البنك. وانا يا بيبسو اول مره اشوف الدنيا دي كلها وانا معايا 1,190,000 جنيه في البنك. انت سحبت ال 10,000 جنيه دول عشان ايه؟ طبعا لازم اسحبهم عشان احس بس ان انا ورثت. مراتك لو شافت الفلوس دي يا ممدوح هتعرف انك ورثت. خافش، طب الفلوس دي كده عينها في بق جوه ولا هتشمها ولا تعرف طريقها. ممدوح حسك عينك اي حد ياخد خبر بالفلوس دي؟ يا عم بيبسو بقى انت في ايه؟ عيش ايامك يا عم، افرح شويه. طب قول لي هتعمل ايه بال 10,000 جنيه دول؟ امرني انا هعمل بيهم يجي 10,000 حاجه هنا في دماغي. قول لي بقى يا بيبسو انت هتعمل ايه بالمليون و200,000 جنيه اللي معاك في البنك؟ هعمل بيهم حاجة واحدة بس، هعيش علشان أكبرهم وأكبرهم لغاية ما المليون دول يبقوا 10-15 مليون. 15؟ وهتعمل إيه بقى بالخمستاشر مليون دول؟ هعيش برضو علشان أكبرهم، والخمستاشر مليون دول يبقوا مليارات ونلعب بالفلوس لعبة. خوف يا بيبسو. إيه؟ خايف نلعب بالفلوس لعبة؟ لا بيبسو، لا صاحبي، أخاف للفلوس هي اللي تلعب بينا.
تنسينا الدنيا وعمرنا يتسرق مننا ونتعب ونشقى ونفضل نلم فلوس وما ندقش طعمها وبعدين نسيبها لاولادنا يبعتروها. ما انا علشان كده ما بقولهمش ومخبي عليهم. هنفضل مخبيين عليهم لغايه امتى؟ هنفضل مخبيين عليهم زي ما احنا عايزين، زي عمك بالظبط، فضل مخبي علينا لغايه ما مات. ونموت مديونين زيه. نموت مديونين لبتاع الجبنه وبتاع العيش وبتاع اللبن. انا نفسي افهم انت ليه بتفكر في الموت دلوقتي؟ فكر في الحياه. فكر ازاي هنعيش ونستمتع بالفلوس دي كلها. الشركه مقلوب عليك والمدير كل خمس دقايق يسالني عنك. ليه هو قال لي ليه؟ حد يجي الشغل بعد الساعه 2 وميعاد الانصراف الساعه 4. يا سلام، وفيها ايه يعني؟ ما انا طول عمري باجي في ميعادي وبمشي في ميعادي. عملوا لي ايه؟ زودوا لي الماهيه ولا ضعفوا لي الحوافز؟ لا، الكلام ده بقى تبقى تروح تقوله للمدير. واروح اقوله للمدير ليه؟ المدير لو عايزني يجي لغايه عندي هنا. الله 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 الله، ده انت مستعبي يا عباء. شت، بلد تراب وفار اباء. روح اعمل لي فنجان قهوه بسرعه يا ولد، وبقول لك ايه، اغسل لي الفنجان كويس، ويستحسن من بكره تجيب لي طقم فناجيل جديد. استاذ عباس، انت كده ناقص تقول لي استحمى. وليه لا؟ انت شغال مع عباس عبد الجبار. تحت امرك يا حضر الجناب الخديوي عباس. الراجل باين عليك جنن من اللي هيعمله فيه المدير. الجميلة دي عشان تعرف ان انا ممكن اقدر اوصل لك في اي وقت وفي اي مكان. القهوة المغسولة كويس عبال ما نجيب الطعم الجديد من بكرة. ايوه، ما في حاجات كتير قوي هتتغير من بكرة. مغاوري، شوف استاذ فارس يشرب ايه. هات لنا يا ابني شربات حلاوة العقد الجديد اللي مضاه الاستاذ عباس. عقد ايه؟ تعالى كده روح هات الشربات وخلاص. يلا، مفيش شربات. خلاص، هات لي حاجة ساعة عقبال ما تجيب الشربات وتوزعه على كل الشركة. على النعمة، ما انا فاهم حاجة. ايه يا استاذ عباس؟ هو انت ما قلتش لزمايلك في الشركة هنا انك بقيت مليونير؟ يا استاذ فارس، الموضوع ده ما يعرفوش غير ثلاث انفار بس، انا وانت وممدوح. معاك حق، النقي كتر قوي اليومين دول. مش كده برضه؟ بس في شخص رابع ما تقدرش تخبي عليه الموضوع ده. شخص رابع؟ شخص رابع مين؟ الاستاذ حامد، الزبون اللي انا جبته لكم ورحت وبعته له الارض من ورايا. فاكرين نفسكم انكم هتاكلوا العمولة عليا بعد ما اديت لكم الحجة واديتوني اتعابي بس؟ حقك محفوظ يا استاذ فارس. خلاص، اديني جيت لك لحد عندك علشان اخده هوم ديليفري زي المطاعم الجديدة. انا معقولة برضو اجي الشركة وانا معايا مبلغ زي ده في جيبي يا استاذ فارس؟ بقول لك ايه؟ مش هتقدر تلف عليا وتدور عليا المرة دي. الف ايه وادور عليك ايه؟ بس ما احنا دافنينه سوا. خلاص، اجي معاك لحد البيت واخد حقي. بيت ايه يا استاذ فارس؟ بيت ايه؟ اذا كنت ما قلتلهمش في الشغل هقول لهم في البيت؟ بقى الحكاية كده يا استاذ فارس. بص،
هما يومين ثلاثة بالكتير، وهجيب لك ممدوح واجي لغاية عندك في مكتبك. ايه الحاجة الساعة؟ ايه يلا خلاص امشي روح شوف شغلك. ايه والشربات اللي حظها على الشركة؟ حلاوة تلعب حلاوة تلعب. امسك ايه؟ امسك دول تبع المشاريب اللي جبتهم دلوقتي، ما تجيبش ست الشربات دي خالص. واشمعنى تبع المشاريب بتاعت دلوقتي؟ ما انت عليك حساب متأخر بقاله شهرين. خد دول من تحت الحساب وما توزعش الشربات على جنس مخلوق في الشركة. يلا روح روح. كل ده عشان ما وزعت الشربات؟ أمال لو كنت وزعته كان اداني كام؟ امشي. اتفضل يا بنت اتفضل اتفضل صحيح. احنا كنا بنقول ايه يا متر؟ انت اللي كنت بتقولي انك هتجيلي مكتبي بعد يومين ثلاثة، بس انا بقولك دلوقتي كبيرك معايا بكرة بعد ما ترجع من الشغل. ايوه يا استاذ فارس، بس انا كنت عايز اقول لحضرتك يعني لو ما جيتش هتلاقيني بكرة عندك في البيت، وهتسمع زغروطة مراتك جايبة لآخر الشارع حلاوة الثروة اللي ورثتها ومخبيها عنها. سلام. اتفضل يا سيدي، الغدا جاهز. سيدي جديدة سيدي دي. عامل لك ايه؟ شايفك قاعد حاطط لي رجل على رجلي وبتقول لي حضري لي الغدا. ايه ده؟ يعني هو بلاش اعمل زي الرجاله اللي بقوا قاعدين والاكل يجي لغايه قدامهم؟ الرجاله دول يا اخويا عندهم شغالات بيدفعوا لهم مرتبهم. خلاص، بس انا مقدر ظروفك، انا ممكن اجيب لك الشغاله دي، بس انا هجيبها لك في البنيه وانت ما تعرفوش لغات. يا اخويا بس انت هات حنفيه لحوض المطبخ اللي مغرق لنا الدنيا جوه ده. خلاص برضه هجيب لك حنفيه وهجيب لك شغاله. انت قبضت يا ممدوح؟ وانا لازم اقبض عشان اجيب الشغاله والحاجات دي؟ ما انا كل ما اطلب منك حاجه بتقولي استني لما اقبض استني لما اقبض. انا هقبض بكره وهشوف الشغلانه كده بعد الظهر كمان. وهتقفل ايه بقى بعد محل الحلاقه اللي قفلته؟ زليني زليني يا فريان، كل شويه تقولي هتقفل ايه؟ ما انت فعلا مش عارفه قيمه جوزي. قيمه جوزي؟ طب كل كل قبل الاكل ما يبرد. حاضر. كشري فضل ونعمة. ايه فضل ونعمة ده؟ محل كشري جديد فتح تحتنا ولا ايه؟ وبعدين هو لازم يبقى فضل ونعمة طول الاسبوع. ماله يا ممدوح؟ ده احنا حتى ما عملناهوش من اول الاسبوع. هو يعني مقرر علينا طول الاسبوع؟ طب ما تزعلش، بالليل هيعشي فول وطعمية. يعني ايه بالليل فول يعني ايه؟ يعني ايه فريال يعني؟ فريال انت بص يا حبيبتي، انت ما نفسكيش يعني تغير نوع الاكل هنا؟ اه يا جارية طبخي كلف يا سيدي. اه حقك طبعا كلف يا سيدي. طب ايه رايك بقى؟ انا هفاجئك مفاجاه، ايه رايك لما نخرج نتعشى بره الليله دي؟ قديمه يا ممدوح، حاسه اني سمعت الكلام ده قبل كده، غير. ايه غير ونكته؟ سمعت انا قلت تتتتتتت، حاجه غريبه قوي. وبعدين اعمل معايا ايه دي؟ انا حظي هاي. كشري كشري، حد يكتفني وانا باكل يا اخويا. عفريته وكمان شنطه العده؟ خبيها عنك ليه؟ انت مش خلاص طبيتي عليا في الورشه وظبطتيني متلبس؟ طب اتكسف من الجيران ولا من صحابك؟ والله انا ما بعملش حاجه غلط اتكسف منها. انا بتكسف من منظرك. يا عسل، انت مكسوفه منها ازاي وانت هتغسليها بايدك؟ مين اللي قال لك ان انا اغسلها دي؟ انا اغسل دي احطها في الغساله ولا حتى في الطشت؟ طب انا اغسلها ازاي بقى؟ اغسلها في النيل، وبعدين تغسلها ليه؟ ما هتتوسخ تاني، ولع فيها الشحم يطلع. يلا بقى ماما عايزين نشوف التورته. طيب يلا. كل ده يا ماما عشان نعرف النتيجة. نتيجة ايه؟ ماما لغاية دلوقتي مش راضية تورينا التورتة اللي عملتها لعيد ميلادك. خايفة عليكم الفرحة. لو النبي ما تخافيش، وريها لنا بس كده عشان نطمن. طب غمضوا عينيكم وانا اوريها لكم، وانت يا جبرولة غمض على ما اجيبها. ادينا غمضنا. يلا بقى. بسرعة بقى يا ماما. غمضوا عينيكم، مش هجيبها غير لما تغمضوا. ما تخافيش مغمضين اهو والله. يلا. دي ناقص تبرزها وتعلقها على مين فتة؟ يلا حالا بالا بالا، حي ابو الفصل. واه واه، هيكون عيد ميلاده الليله، اسعد الاعياد. بسم الله الرحمن الرحيم. مالكم؟ بس
باصين كده ليه؟ تورته دي ولا مش تورته؟ بس ما تقوليش تورته. اقول لك هنكتب عليها تورته احتياطي عشان ما حدش يفتكرها حاجه تانية. جرى ايه يا استاذ شكمان؟ حاجه تانية زي ايه؟ حلقة محشي دايس عليها قطه. قطه ده انت بقى مفيش عيد ميلاد. فجري مفيش عيد ميلاد. تصميم جديد مش عايزاها تبقى تقليديه، المهم الطعم. ومين ده بقى اللي هيفكر يدوقها اصلا؟ طب ايه رايكم بقى انا اللي هاكلها كلها؟ لا يا ماما لا، احنا بنخاف عليكي لحسن يجرالك حاجه. ماليش دعوه، انا عايز تورته بحق وحقيقي. يا واده تورته بيتي كبس. لا اصحابي لو شافوها هيضحكوا عليا. طز فيهم. ماما جايز ياخدوا الهدايا اللي جابوها. وانا مالي؟ عشان خاطري يا ماما والنبي بقى، هات لنا تورته من بره. يا ستي انا مستعد ادفع نص ثمنها. وفر فلوسك، انا محدش يصرف عليا. بيلي تورته بحقه حقيقي. طب بص الناحيه الثانيه، جيب لك تورته. هجيب لك بس ما حدش يقرب لدي. في حد اصلا هيفكر يبص لها؟ لا هتحتفظ بيها ليه؟ عشان لو غلطنا غلطه توريها لنا. في حاجة معينة بتدور عليها يا مدام؟ أنا عايزة تورتاية كده تنعش الذوق العام، تورتاية حلوة قوي يعني تكون طازة. شوفي حضرتك، كل الحلويات اللي عندنا هنا طازة ولسه خارجة من الفرن. عندنا الميلفي بكل أنواعه والفور سيزون. مين أم ميزون دي؟ يعني طب والأسعار اللي مكتوبة دي حقيقية؟ طبعًا يا فندم، إحنا أقل أسعار في السوق. أقل أسعار؟ يعني مفيش أقل من كده؟ التورتاية دي حضرتك مكتوب عليها 85 جنيه بس. كام يا اخويا؟ اصل انا وقعت وانا صغيره على وداني. 85؟ ليه؟ بناكلها ولا بترجع تتكون تاني؟ في طبق بسبوسه يا مدام 28 جنيه. نعم نعم، انت بتستخف دمك ولا ايه؟ هحط الشمعه في البسبوسه؟ لا طبعا. طب خلاص، عايزاك تعمل لي تورتايه بلاش ام ميزون، اعمل لي ميزون بس كده تكون ب 20 جنيه عموله. في تورتايه دلوقتي 28 جنيه. طب مالك بتتقنتك كده؟ وانت ديك العشه دي لوحدك ولا ايه؟ انا بكلم دكتور تجميل، انت حلواني وانا فلوسي في جيبي، اشتري احسن تورتايه. شوف يا مدام، مفيش غير التورت اللي موجوده قدام حضرتك دي، واحب اقول لحضرتك حاجه، ال 20 جنيه اللي في جيبك مش هتعرفي تجيبي بقى اي تورته من اي مكان. طب يا ابو دم خفيف لحسن يجي لك الرب، مش عايزين من وشك حاجه. اعمل فيك ايه يا جبرولة؟ حوجتني للراجل ده. بقول لك ايه يا باشمهندس، هات لي ام 85 بس تعمل لي ديسكاونت. احب حضرتك نازل دلوقتي ولا استنى الناس وصحتك وصلوا؟ استنى ايه يا عم؟ يا عم انت تعبان، انزل اقعد. يعني اكدك كل ليك لوحدك؟ ايوه بقول لك لوحدي. الله، انت جرسون ولا حسودي؟ انا اسف يا فندم، انا خفت يكون في اطباق تانية ولا ترابيزات تانية. لا يا عم، لا في تانية ولا تالتة، رد لي يا دكتور على جعان. تحت امرك. نزل انت. هات. يلا، هات بسرعة. بسرعة. لا الغطيان دي مش عايزها. هات على حجري هنا. هات. كل يا بتيل. لا كده كفايه قوي، لو ضربت حاجه هبقى اسقف لك. مع السلامه. انا اقصد اقول لحضرتك بالهنا والشفا. امرني، الناس لبعضيها. مع السلامه. ايه ده؟ ايه الاكل ده كله؟ انت عازم حد؟ عازم حد؟ عازم نفسي انا. يا راجل، يا راجل كل بالشوكه والسكينه، الناس بتبص علينا. شوكه وسكينه ايه نفسها نفسها؟ لو انا اكلت الاكل ده كله بالشوكه والسكينه هخلصه بعد اسبوع. يا خسارتك يا خسارتك يا ممدوح، هتخلص ال 10,000 جنيه على عشوه واحده يا راجل. ابقى وارث 1,200,000 جنيه واروح اكل الكشري بتاع فريال. وطي صوتك، قلت لك وطي صوتك. ايه وطي صوتك؟ وطي صوتك يعني حراميه ولا ايه؟ احنا ورثه شرعيين. قلت لك محدش مفروض يعرف حكايه الورث دي بقى. انا غلطان، انا اللي غلطان اللي قلت لك تعالى قابلني في المطعم. لا انت هاجي لك البيت عشان مراتك تعرف. وهو ايه اللي حصل؟ ابدا، جدع المحامي المعفن ده جوز التوك توك بيساومني، عايز يا اما ياخد الفلوس اللي هو عايزها يا اما هيفتن علينا لمراتنا. طب هو يعرف منين احنا مخبيين على مراتنا؟ عارف اهو اهو الكلام جاب. اوعى ايدك على البطاطسايه دي، اوعى ايدك تمد هنا على الطبق. خلي بالك يا ممدوح، اوعى تقول يا ممدوح وانت اللي طبيت. اسمع
انا مش جاي لك هنا عشان تبكتني، انا جاي لك هنا عشان نعرف نلاقي حل. ما اعرفش اتكلم دلوقتي في اي حل لما اخلص الاكل ده كله، اعمل دماغ اكل وبعدين اتكلم، وخصوصا انه اكل نظيف. الاكل ده فعلا نظيف. انت مالك انت، نظيف ولا مش نظيف؟ اطلب وانت تجرب. لا يا عم انا مش عايز اجرب عشان ما اعودش معدتي على الاكل النظيف ده، بعدين اتعود عليه. حبيبي عباس، لا 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 اطلب وانا اللي هعزمك. كده؟ طب اطلب اكل تاني بتاعك. ايه ده؟ جرسون هات كل البلوبتين اللي عندك. اللي جايبين هديه على اليمين حلوين كده قوامير، واللي مش جايبين على الشمال ما هو كله سلف وديه. أبونية غلب أبونيتين، وأبو هدية غلب أبو هديتين. يا قمر يا أخويا أقعد أحكي، مش قلنا مفيش زباديب؟ جرى إيه؟ ادخل بإيشي؟ دي تنشي. فين بقية المدرسة؟ أهلا يا أهلا يا أهلا. ما شاء الله ده أنت تقعدي على راسك. إزيك يا حبيبي؟ أهلا وسهلا. ممكن توسع لي يا حبيبي؟ روح الناحية دي كده. وأنت يا حبيبي؟ وأنت تعالي، أمك بتنادي عليك، أنا سامعاها في التليفون. يا رب يخليكي يا قمر عقبال مليون سنة. خلي لك يا واد الولد ده، هيحسدوك صحابك على الهدايا. يعني بس ما اقول لك هديهم لك بعد ما يمشي. يا ولد بعد ما يمشي يا عبد الجبار. ادي لعبد الجبار الهدايا بتاعتي. شيلهم له في الدولاب. بس يا واد هديهم لك، شم في الوردة. شم لا هاتي الهدايا. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. ايوه كده هلو هلو. يا دي جميله. كتر خيرك يا قمر. اسمك ايه؟ مش قلنا مش عايزين دباديب؟ ايه ده ما تسمعش الكلام وانت زيه؟ اتفضل على جنب. يا اهلا وسهلا. دي تقيله يا واد بكام دي؟ كتر خيرك. ازيك يا حبيبي؟ انت دي ايه؟ معلش المره الجايه. المره الجايه العيد ميلادي الجاي ان شاء الله تجيلي بسرعه وتبقى اول واحد. ايه؟ ما جابش هديه يا ماما. عايز طب مش هياكل الصبح. ايه يا ماما بقى مش هنطفي الشمع؟ لازم نطفي الشمع. يلا يلا يا ولاد بالراحه ومن بعيد من بعيد من بعيد من بعيد. هو اللي بيطفي يا بنتي ايه الشمع؟ ايه يا ماما بقى هنطفي الشمع بالتورته يا ماما. هو التورته طفي في ايه؟ اوعى يا ابني انت وهو. سيبي سيبي حط التورته بالراحه بالراحه. نزلت ربط عفشتها انا اللي هقطع. رايحه فين بالتورته يا كريمه؟ هروح المطبخ ياما هقطعها بنظام كده وترتيب عشان العيال ما تتبهدلش. يا حبيبتي ده يا مالها اتبعجرت كده ليه؟ ظهرت على حقيقتها، يظهر الراجل خمني. بص
هذه التورته البايظه اللي انت عاملاها؟ بس ما تقولش بايظه. يعني هي اسكتي. العيال ليها ودان. يعني هم لسه اتغدوا بس ما خدوش بالهم. لسه يعني يبقى عندي تورته وارميها؟ ده يبقى حرام، ده النعمه تزول. يعني تورته الحلواني هتخليها للسنه الجايه؟ هو في تورته بتقعد للسنه الجايه؟ هخليها لعيد ميلاد ما وهو قرب، كلها 9 اشهر. اتفضل، دي كل جواباتك ليا وصورك معايا، بس مش حدهم لك غير لما تديني الورقه العرفي ونقطعها سوا. اقعدي بس يا ميرفت، اقعدي. انا عايز اقول لك على كلام ما قلتوش ليكي قبل كده ابدا. كلام ايه؟ انا قعدت مع نفسي وراجعت حساباتي، لقيت اني مش هقدر استغنى عنك ابدا يا ميرفت. يعني ايه؟ هنتجوز رسمي يا بيسي والناس كلهم يعرفوا ان احنا اتجوزنا؟ واحنا هنتجوز رسمي بس مش كل الناس هتعرف ان احنا اتجوزنا، بس هعوضك وهعوضك كويس قوي. طلباتك ايه؟ مش هتقدر على طلباتي. اسمع الاول بعدين اقول لك اقدر ولا ما اقدرش. مهر 20,000 جنيه ومؤخر 20 زيهم وشبكه ما تقلش عن 10,000 جنيه. شفت بقى انك مش هتقدر على طلباتي؟ ومين قال بقى ان انا ما اقدرش على طلباتك؟ يعني هتدفع يا بيسي؟ هو في اغلى منك حد في الدنيا هدفع له؟ بس يعني انا عايزك تكرميني شويه، حاسسيني انك برضو عايزاني. دي كده بعد الاكراميه، وده بقى اخر كلام عندي. حاضر يا مرفت، حاضر. اديني بس يومين ارتب فيهم اوضاعي واعمل حساباتي واجي اقول لك انا هعمل ايه. سلام. غريبه، ده ايه اللي حصل له ده؟ مساء الخير يا اخويا، ازاي؟ افتح كده. لا مش انت. اهلا اهلا، ازيك يا دنايا؟ اهلا يا فندم. خد يا حبيبي التورته بتاعتك تلاقيها وحشتك. ايه وحشاني دي يا مدام؟ وانا كنت يعني متبنيها ولا ايه؟ لا اصلا مش تقول لي البقيه في حياتك. لا اله الا الله. حصل لنا حاله وفاه وما عملناش العيد ميلاد يا اخويا، ممكن ترجعها وتديني فلوسي؟ يا مدام البضاعه المباعه لا ترد ولا تستبدل. فتح عينك وشوف انت بتكلم مين. انا قانون حمايه المستهلك بيديني الحق ارجع في خلال 14 يوم. افتح العلبه هتلاقيها صاغ سليم، محدش خد منها فتفوت. صاغ سليم ومش هرجعها يا مدام، فوت اختها بترجع، في اكل بيرجع. امسك يا شيخ. انت بتعلي صوتك وتقول مش هرجعها؟ بكلمك بيني وبينك مش عايزه افضحك قدام الناس. طب ايه رايك افرج عليك المحل كله؟ يا سلام. يرضيكوا يا ناس، يرضيك يا اخويا، ما تشتريش من عندهم حاجه. جنتيل يا مدام. يرضيك يا اخويا يتشطر عليا عشان انا ست وحدانيه ومش راضي يرجع لي التورتايه دي. يا ابني فلوسها يا ابني. يا استاذ عماد رجعها لها. اتفضلي يا مدام على الكاشير. في العند فيه. شكرا يا جنتل. حضرتك واقف هنا على طول؟ كل يوم على خميس وجمعه. الف شكر. أي يا خساره يا عباس، لو كنت حضرت العيد ميلاد كنت هتزروق تورته. هيصه هيصه يا عبوسه. اعمل ايه بس يا كريمه؟ من ساعه ما خرجت من المكتب وانا عمال الف على كوبري رجلي عشان ادور على شغلانه اشتغلها بعد الظهر. يا رب يرزقك يا رب. على فكره عبد الجبار هيفرح قوي لما تديله الهدية. ايوه بس انا ما جبتلوش هدية. انا جبتلك هدية عشان تديها له. ايه ده؟ جبتيها منين دي؟ 2 اخوات جابوا هديتين، اديته واحدة وخليت التانية انت تديها له. يا سلام، طول عمرك دماغك نظيفة يا كريمة. ربنا يخليك ليا. يلا بقى اديها له قبل ما ينام. هتكون راحت فين بس؟ ايه دي؟ دبابة اللي جابها لي ياسر. انت متاكد يعني انه جاب لك دبابه؟ ايوه هو قال لي انه جاب لي دبابه، واخوه هاني جاب لي طياره، وانا دلوقتي مش لاقي الطياره. يلا حالا دالا حيا ابو الفاسدين. عيد ميلادك يلا. دي الهديه بتاعت عيد ميلادك اللي جابها لك ابوك. ايوه ايه يعني دي؟ افتحها وانت تعرف غلاوتك عند بابا. يلا بالراحه على الورق. وانا معاكي بحس ان الدنيا كلها بين ايديا. بس القعده دي غير اي قعده يا استاذ عزه. ايه ده بقى؟ هتفضلي تقولي لي يا استاذ كده لغايه امتى؟ معلش خلينا كده رسمي لحد ما نتفق. طيب ممكن اعرف طلباتك ايه؟ شوف يا استاذ عزه، انت طبعا راجل ما تتعيبش
وألف واحدة تتمناك. طبعا. بس أنا برضو لازم أأمن مستقبلي. طبعا لازم. وأنا طبعا بشتري راجل، عشان كده مش هطلب منك كتير. ما هو ده عشمنا برضو. شوف، 20,000 مهر و20 مؤخر و10,000 شبكة. ايه ده؟ أنا هدفع كل ده لوحدي؟ ما أنت برضو هتتجوزني لوحدك؟ أنا ما كنتش أعرف إن الجواز غلي قوي اليومين دول. خلاص، انزل اسأل بقى في السوق وأنت تعرف إني عاملة لك خصم كبير. كمان خصم كبير؟ طبعا. أمال لما تعرف بقى إنك لسه هتدفع مصاريف الفرح والفستان وشهر العسل. طب اقعدي اقعدي. كل ده عشان تشتروا راجل؟ الله، أمال لو بتشتري معزة كنت طلبتي إيه؟ ما أنت برضو مش هتتجوز أي حد. أيوه بس. ما بسش، أنا ما اسموش في نظرك 50,000 جنيه؟ لا، تسوي أكتر من كده بكتير، بس الحقيقة أنا ما معيش. ممكن أقسط المبلغ؟ تقسط إزاي يعني؟ بدون فوايد على 48 شهر. ونضمن منين بقى إنك تنتظم في دفع الأقساط بعد الجواز؟ خلاص، هكتب لك شيكات يوم كتب الكتاب، والشهود اللي هيجوا يشهدوا على كتب الكتاب يضمنوني في الشيكات. لا يا سيدي، افتح الله، أنا ما تعودتش أتجوز شكرا. وأنا ما تعودتش أدفع الفلوس دي كلها في جواز. خلاص، يبقى فكر بقى كده مع نفسك يومين وابقى رد عليا. ايه ده؟ 20 و20 و10، يبقى 50. في فرق بين واحد يحرص عن قرشين وواحد تاني مستقبل، شايل في كرش وما انا بكرشين. وفرق بين اللي سابها على الله وقال مسرها وكرهها تتعاد، وبين اللي مريض بالمال، وكلنا فخر المطاف سيرة. الله يرحم فلان، ده كان بيموت على القرش، خرج الجنيه من لحمه بتعويرة. تيجي تفتكر له الخير يا خسارة ما تفتكرش، عامل عن